وعدم الالتفاف على إرادة شعبي بتطبيق شرع ربنا عز وجل من هؤلاء الليبراليين الذين لا يريدون تطبيق شرع الله أبدا. جئنا من اسكندرية، قرابة 1000 أتوبيس هيكونوا الصبح إن شاء الله موجودين كلهم بإذن الله تعالى. انتوا بايتين النهارده؟ بايتين بإذن الله في ميدان التحرير حتى يرجع عن المواد الدستورية التي تلغي